تداول النفط مع إجمالي استهلاك عالمي نحو 32 مليار برميل يومياً، يعد النفط من الصكوك الرائدة في السوق، والذي يتيح للمتداولين صنع أرباح محتملة مع التغيرات المستمرة في الأسعار. عندما ينخفض توفر النفط في الأسواق، عادة ما يحصل هذا بسبب صراعات إقليمية وأزمات عالمية. المتداولون الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار يستطيعون الاستثمار عن طريق شراء النفط وبيعه بسعر أعلى من أجل الربح. عندما يزيد توفر النفط في الأسواق لأسباب مثل اتفاقيات تجارية أو توفر مواد طاقة حديثة، المتداولون الذين يتوقعون ارتفاع الأسعار يستطيعون الاستثمار عن طريق فتح صفقة بيع، وتسمى أيضا البيع، ويحتمل أن يصنع أرباحا عن طريق إغلاق الصفقة عندما تنخفض الأسعار. تداول النفط عبر الإنترنت يقدم مزايا كبيرة مثل الرافعة المالية، حيث تستطيع أن تحقق أقصى قدر من استثمارك بنسبة تصل حتى 400 مرة أكثر، وهذه الرافعة المالية تخلق فرصة شراء بقيمة 40,000 دولار لكل استثمار بقيمة 100 دولار. جد المزيد من المعلومات عن مزايا تداول النفط وسلع أخرى في الموقع www.iforex.ae.